وبقيت كانوا الناس كاملين كيساعدوا في هذه الوقيته هذه وفي هذه الازمه اللي احنا فيها. كاينين بعض الاشخاص اللي بلا ضمير، كاين بعض الاشخاص اللي نقدر نعتبرهم انا كاين تجار البشر، تجار الازمات وتجار السلع. تخيلوا ان جوج فيديوهات كاينين ديال التجاره في البشر بواحد الطريقه اللي هي خايبه. تفرجوا مزيان وغادي تسمعوا. هادو مجموعة ديال الشباب شدو كوبل غاديين كيشفرو الدراري الصغار في الطوموبيلات وغاديين بيهم. واش باغيين يبيعو يشرو فيهم؟ واش باغي ياخدو من الأعضاء؟ والله أعلم. ولكن الحمد لله الناس ديال ديك المنطقة قدو يشدوهم وسلموهم للسلطات. إذا كانت نقطة إيجابية في هادشي، خاص كلشي يرد البال لهاد النقطة هادي ونخافو على وليداتنا، بالأخص في ديك البلاصة اللي الناس كلشي مشغولين، كلشي مرفوع، كاين اللي ماكلش، شي حد كيلاجي. ولكن راه الفيديو التاني خطر من الأولاني. تفرجوا مزيان وسمعوا، راه هادو والله الا بلا ضمير ولا رحمه. قلت له عافاك ممكن انا بغيت نطلب واحد الطلب، راني الله يعطيك الصبر. قلت له مرحبا لاله، وبغيت الا ممكن تجيبي لي معاك واحد جوج البنيتات، واحد جوج البنات، وحده ليا وحده لماما. وحده ليا وحده ليك وحده اللي عزيز عليك. كما سمعتوا كنتمنى تكون السيده هذه ديكلارات بهذ السيده اللي اتصلت بها. قالت لي حقا ما تحقا جيبي وحده وحده لماما، مونيكات لعبات، على اساس هذوك البنات اللي في ذوك المناطق ماشي من حقهم الدراسه، ماشي من حقهم يكونوا راسهم، ماشي من حقهم انهم يعيشوا مع والديهم. جيبوهم ليا يكونوا خدامات عندنا ويقابلوا وليدها، حيت هما ما عندهمش الوقت. امي ما عندهاش الوقت انها خدامه، وهي ما عندهاش الوقت انها خدامه، وبغاو هما يردوا هما خدامين عندهم. من الاخر ما كيبدا يعصيوهمش الطبيج في، كانت عايش كريم، عايشه مع والديها بكرامه باللي قسم الله. كنتمنى والله السيده هذه تكون بارطاجي شي، تقدر تقول لي جميع تجار الازمات كاملين اللي بانوا، لا ديال اللي كيصوروا الدراري الصغار، لا ديال اللي كيبغي يبان بان كيدير مساعدات، لا ديال اللي شفر مساعدات. ولكن هذه اكفس حاجه هي السرقه ديال الولادات الصغار، واكفس حاجه هي ان باش انك تبغي تتاجر فيهم. نتمنوا الناس ديال المناطق يحضيو وليداتهم مزيان. شوف اي واحد بان لكم براني وما جايش مع انا باش المساعده ولا الخير، ردوا منه البال وحاولوا تبعدوا الوداد الصغار على اي واحد اللي هو كبير ما عنده حتى علاقه بهم. خليهم في يد ان وسط دارك والجيش والقوات المساعده، ولا في الناس اللي بين المؤطرين وديال الجمعيات اللي كاينين قرابين لكم. من غير داكشي اللي شتو ان غادي بشي دري اجي معايا ولا هادي، حبسوا عليه، بعدوا، صفصروا، وقفوه في غادي بيه في كاين، حاولوا تردوا البال. والله الا حاولوا تردوا البال الناس كاملين كنقول اللي كاينين تما ردوا البال الولاد الصغار، حتى المؤثرين اللي كاينين تما وباقيين تما ردوا البال. لان اخويا كاين الناس اللي ما كتحشمش، هما الناس اللي ما عندهاش الضمير وكتقلب على ان باش من تجيب الفلوس ومن تدخل الفلوس
ما عندوش مشكل هو يدري صغير وهزو في الطوموبيل ويدي يبيعو. ما عارفش شنو طاري مور داكشي. واش داك الدري الصغير داوه باش ما نظنش انا شي واحد غادي الدراري الصغار باش يتكفلوا به. هادو غادي الدراري الصغار يقدروا تجربهم في الاعضاء ديالهم، يقدروا يقتلوهم، يقدروا يديروا بزاف د الحوايج الكنوز مصايب الكحله. الله يسر الله يسر صراحه. كانت هاد المرحله هادي ايجابيه ب 90% بينات المعدين ديال الشعب المغربي، ولا قلنا 10% ولا 2% ولا 8% اللي كانت سلبيه مع عمر غتغطي على 90%، لان كيبقى الشعب المغربي يد وحده. الله يعطيه الصحه، والله يعطيه الصحه لاي واحد ساعد ولو بالقليل حتى الكثير.